رحلة التربية الإعلامية. سنذهب في رحلة للتعرف على التربية الإعلامية ولأهميتها، فهي ضرورة ملحة للعيش بحرية والمشاركة الإيجابية في المجتمع. وهذا هو جاك، مثله مثل أي طفل آخر ينشأ في أوروبا اليوم. طفل هادئ وخبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة، يشعر بالراحة عندما يستخدم الفيسبوك، تويتر والسكايب، ثم يلجأ لمساعدة جميع أفراد عائلته. احترف جاك المهارات التقنية وتكيف مع البيئة المتغيرة بسهولة، كما هو التنقل عبر قارب في المحيط. وعبر المحيط توجد جزيرة جميلة مليئة بالإمكانيات والحرية، حيث المقيمين سعداء ومثقفين إعلاميا. ولكن هل يعلم جاك أنه من أجل الوصول إلى الجزيرة فإنه يتعين عليه فهم التموجات القوية تحت سطح الماء؟ إنها القوة الكامنة خلف الإعلام والتي يستخدمها كل يوم، حيث يتم التحكم في المعلومات من قبل القليل من الشركات الغنية والإعلانات الموجهة، والتلاعب بالصور والشخصية الزائفة وغيرها. لحسن الحظ، وجود لوكاس ممثل من الرابطة الأوروبية لمصلحة المشاهدين موجود هنا لمساعدة جاك ليصبح أكثر وعياً بهذه القوة، وليدرك أنه يجب تطوير قدراته في التساؤل عن كيفية استخدام الإعلام والتكنولوجيا. هذه هي المغامرة التي ستغير جاك وتجعله أكثر حكمة إعلامياً، فالمهارات المكتسبة ستسمح له باتخاذ الخيارات والقرارات المستنيرة والتواصل مع الآخرين. هذه هي المغامرة التي ستغير جاك وتجعله أكثر حكمة إعلامياً. أول خطوة للوصول إلى هذه الأرض الرائعة هو أنه يتوفر لديه مهارات تقنية قوية. هذا هو القارب الذي سينقله في رحلته. كما نعلم أن جاك خبير في هذا المجال وسيبني لنفسه قارباً بسرعة. لوكس يطلعه أن هناك أطفال في مناطق أخرى في العالم ليس لديهم إمكانيات للوصول إلى الحواسيب والإنترنت. إنهم بكل بساطة لا يمتلكون الفرص لتعلم المهارات التقنية الأساسية. ولكن القوارب لا تصنع لتبقى على الأرض. إن جاك مستعد للمغامرة. هيا بنا نذهب. بطلنا لوكس سأل جاك عما إذا كان قد استفسر يوما ما عما يوجد تحت سطح الماء. شرح لوكس له أنه رغم أن معظم الكائنات تحت الماء غير مؤذية، ولكن يجب الحذر من بعضها. فعلى سبيل المثال، عندما تبحث عن شيء في الإنترنت من خلال جوجل، فهل تعلم أنك يمكن أن تحصل على نتائج غير التي تبحث عنها؟ فلماذا يحدث هذا؟ ومثال آخر، كل يوم هناك الكثير من الأخبار، ولكن بعضها منها يبث على التلفاز. ما هي؟ من يختارها؟ ولماذا؟ إنه من الصعب أن نفهم كيف هذه التموجات تدفع بقاربنا في كل الجهات. تفاجأ جاك لسماع كل هذه المعلومات وأدرك أنه يحتاج إلى التركيز ومتابعة التجديف للوصول مبتغاه. الشمس مشرقة والرحلة مستمرة. سرعان ما قابل جاك قاربا آخر يبدو أن طاقمه بشوش، ومن الغريب أنهم يعلمون الكثير عن جاك. حاولوا كثيرا أن يقنعوه بأنه يجب عليه أن يشتري قاربا جديدا للوصول إلى الجزيرة، كما عرضوا عليه أن يبيعوه زورقا سريعا مزودا بالمحرك. يتردد جاك ويتجه إلى لوكس المساعدة. هل تظن أنك تحتاج بالفعل إلى قارب جديد؟ جاك يعلم أن القارب الذي صنعه هو الذي يحتاجه، وبثقة في نفسه يبحر بعيدا. قوارب أخرى تقترب، ولكن هذه المرة هم فعلا قراصنة، ومرة أخرى يعرضون عليه أشياء لا يحتاجها. وبعد أن تعلم جاك كيف يتعرف عليهم، أدرك أنه في كل مكان. نحن معرضون إلى مئات من الإعلانات يوميا، ومع زيادة الثقة لن يسمح لهذه الحيل بخداعه أو بتحريف مساره. مستحيل، إنه أذكى منهم ولديه أسلحتهم العزيمة والقدرة على السؤال قبل أن يقرر عما هو أفضل له. ولكن لا زال هناك الكثير يحتاج جاك أن يتعلمه خلال مساره. سرعان ما يرى شخصا يبدو أنه يطلب المساعدة يقترب إليه، وسرعان ما يمد يده إلى المساعدة فأدرك الخطر. فلم يكن توقعه في محله. إنه يعلم أنه عليه أن يحتاط من الهوية المزيفة، فمن الصعب أن يفرق ما بين ما هو حقيقي وما هو زائف. جاك يؤمن بنفسه ويثق بقراراته الشخصية. يبتسم لوكس لأن جاك أدرك الحقيقة. فجأة تسود السماء وتنشأ عاصفة رعدية. يدرك جاك أنه خلال الرحلة هناك الكثير من الأمور التي لا يمكن التحكم بها، مثل الطقس. هذه العوامل الخارجية يمكن أن تؤثر على مسار الرحلة. فإذا كانت السياسات الإعلامية والنظام التعليمي جيدا، فإن الرحلة ستصبح أكثر سهولة. بينما كان يحاول عدم الغرق في هذه العاصفة، لمح قاربه عليه فتاة صغيرة
كانت تحت ضخمة الأمواج. يجب أن يساعدها جاك، يتمكن من إنقاذها وحملها على متن القارب. توضح الفتاة أنه يستحيل رؤية الجزيرة من حيث أتت، كما أنه لا يوجد خشب لصنع القوارب. وماذا أيضا؟ يسيطر القراصنة على البحار، كما أن أسماك القرش الكبيرة تغزو المياه. إنها مندهشة من سرعة سير الرحلة. شفافية المياه تمكنهم من رؤية الأفق. جاك فخور جدا على مشاركتها كل ما تعلمه إلى الآن في رحلته. إن المشاركة والتواصل وأخذ دور فعال في الحياة جعل هذين الطفلين يشعرون بالإبداع وسعادة لا توصف. يمنح الإعلام هذه الفرص الاستثنائية ويجعل الحياة أسهل وأكثر متعة. الآن هم متوجهون نحو طريق الصحيح ويعلمون أن هناك آخرين مثلهم يمرون بنفس الرحلة. أخيرا يصلون. نظرة جاك اتسعت، أصبح واعيا بالعناصر والقوى التي من حوله. لقد اكتسب مهارات وأصبح مثقف إعلاميا. لقد بحث في داخله ليجد الثقة بالنفس وحب الاستطلاع الذي ستكون بمثابة البوصلة الداخلية. لوكس يهنئهما ويهديهما شارة كذكرى لمغامرتهم. وبقي لدى لوكس سؤال واحد لجاك، ماذا سيفعل عندما يعود للبيت؟ يرد جاك أنه يريد أن يخبر عائلته وأصدقائه بهذه المغامرة. يريد مشاركة تجربته مع أكبر عدد ممكن من الناس، ويريد أن يخطط لمغامرته القادمة. الآن وبما أنهم معا، فإن التعامل والعمل كفريق واحد يجعل الرحلة أسهل وتجذب الأمور الجيدة. عند سماع لوكس لهذه الكلمات يبتسم. انتهت المهمة بنجاح ويختفي.